مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. زي ما تعودتوا يوم الاحد والاربعاء بنطلع عليكم انا والشف ندى من الساعه 12:30 للساعه 2 لحتى ندردش احنا وياكم، لحتى نعطيكم افكار حلوه لوصفات، ولحتى نجاوب على كل تساؤلاتكم، واهم شيء نعمل وصفات انتم طلبتوها منا بالحلقات السابقه. خلينا نشوف بحلقه اليوم شو رح تحضر لنا الشيف. كيفك يا شيف؟ هاي دانا، كيفك؟ تمام، منيحه. انت كيفك؟ شو اخبارك؟ كله تمام. شو الوضع اليوم؟ الوضع اليوم مستتب لهلا، التحضيرات كانت سريعه خفيفه. حلو. بس التطبيق والطبخ رح يكون كمان على التلفزيون زي هذيك المره. ممتاز، يعني ما عندنا ولا شيء جاهز على سفرتنا. لا. كله رح يجهز. لا. خلال هاي الفتره. طيب شو بدك تحضري لنا وصفات اليوم؟ عامله يخنه بطاطا، احنا كثير بنحبها وبناكلها بالبيت. وانت اقترحتي علي الاسبوع الماضي الحلقه الماضيه انه نعمل شيء بالبطاطا، فانا اخذت باللي انت حكيتيه وعملت كل شيء بالبطاطا. حبيبتي سلم ايديكي. حبيبتي. والثانيه رح اعمل كبه البطاطا، انا ما بعملها زي ما رح اعملها اليوم. بس رح اجربها مع المشاهدين على التلفزيون. يا عيني، حلو. يعني احنا بدنا نصير، ايوه بدنا نصير نحاول نعمل وصفات معاكم مش مجربتها الشيف من قبل، ونحضرها معاكم خطوه بخطوه. وانتم اكيد اذا في عندكم اي مثلا يعني طريقه ثانيه بتعملوا فيها الوصفه، اي تعليقات حابين تبعثوا لنا اياها، في اي اضافات انتم بتضيفوها كمان بنحب نسمع منكم ايش رايكم بالوصفه، وكيف انتم بتحضروها، وكيف متعودين انكم تحضروها. طبعا احنا معاكم اكيد لايف عبر صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تي في، وكمان على عمان تي في اوفيشال. اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات ابعثوا لنا اياهم، واكيد اي وصفات ببالكم حابين نحضر لكم اياها بالحلقات الجاي كمان نحن جاهزين. طيب قبل ما نبلش بالوصفه بدنا ناخذ مقادير، فايش اول شيء رح تبلشي فيه؟ انا رح ابلش بيخنه البطاطا. ففينا نحط المقادير لانه انا بدي ابدا اقلي اللحمه. أوكي. واغليها. بعدين انتقل للرز، يعني بدك عرفتي هم التنتين رح يشتغلوا مع بعض، بس رح نبدا باليخنه البطاطا. يخنه البطاطا، يلا ناخذ المقادير ونرجع نطبقها. ليخنة البطاطا رح نحتاج للحمة راس العصفور، بطاطا، بصل، كزبرة، ثوم، ليمون، زيت زيتون، قرفة، وكبشة قرنفل. كمان رح نحتاج لسبع بهارات، بهار حلو، ملح وفلفل، وبهارات باودر للجاج. شفنا المكونات والمقادير، خلينا نشوف كيف طريقة التطبيق. يلا نبلش، ايش اول شيء بدنا نبلش فيه؟ طيب انا رح احط اللحمة. شوفي انا عادة عم باجي هلا، هات نرجع نضوي هالفرن اللي هو مغلبنا دائما وابدا. اصعب شيء بكل الحلقة. هاي. كيف نضوي وكيف نطفي؟ لا والله صرت بروفيشنال. خلاص يا عيني. هاي برافو. اوكي هلا حطيت زيت زيتون، حطيت بصل مفروم، وحطيت لحمة راس العصفور معه. اوكي. اوكي هلا هدول بدي اخليهم يتقلوا. هلا بس يتقلوا رح ازيد زيت زيتون لانه بدها زيت. انا ما بطبخ غير بزيت الزيتون. في ناس بيلاقوه دسم فبيحبوا يطبخوا بالزيت النباتي، زيت عباد الشمس، زيت كله بزبط. كله بس انت اليوم مستخدمه زيت الزيتون. اوكي. طب انت بالبيت ندى في حدا بيساعدك بالطبخ؟ في في حدا بيساعدني، بس اجمالا بحب اعمل كل شيء بايدي. بايدك. طب انت مع انه الزوج يساعد زوجته بالطبخ او بالمطبخ بشكل عام؟ بالحياه بكل شيء. بالحياه. هلا احنا بنقول مساواه ومش مساواه. بس هي احنا الستات يمكن شوي انانيين. المساواة انه لازم يساعد لما تجيبي اولاد، يكون معاكي واقف، يصحى شوي بالليل، ياخذ عنك. بس في مرات اشياء ما بنحب انه بنآمن لا ما هاي ما فيها مساواة. طيب بالمطبخ بتحبي يساعد؟ لا ابدا. لا؟ ابدا دانا ما بحب ولا حدا يكون موجود. سبحان الله. اول شيء واحد بتخرب الطبخه كثر الطباخين، وهو لانه كثير بدوق وفي كثير رجال بدوقوا، لا زيدي هاي اعملي هاي، انه بتصفي انت حاسه حالك بمطعم. لا وبعدين مرات بتحسي انه عم بيوتروكي انه اذا بضل حدا يدوق يضل يقول لك زيدي واعملي وسوي وكذا، بتحسي حالك ما بتطبخي. بالزبط. بعد كل هالجهد ولا كأنك عم تعملي شيء. طيب يلا بدنا نسمع منكم انتم مشاهدينا كمان شو رايكم بهذا الموضوع، بتحبوا انه زوج يساعد سواء كان بالطبخ او بالاشياء الثانيه، واذا انتم من الناس اللي بتحبوا ناس يساعدكم كمان بالمطبخ ابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وكمان على عمان تي في اوفيشال. واول وصفه هي وصفه يخنه البطاطا. طيب حطينا اللحمه والبصل والزيت.
وزيت الزيتون. هلا بدهم يتقلبوا فرن شوي بياخد وقته بس هيهم عم بتقلبوا. بحط شويه بهارات معاهم بعدين أوكي. بغمرها بمي وبتغلي لحالها باخر الحلقه بتكون خلصت. ممتاز. بهاي الاثناء راح احط طنجره الرز عشان كمان كله ياخد وقته. كتير احسن لما خلص عم تطبخي الطبخه على التلفزيون ما طبعاً. بتحسي انك انت لازم تحضري وحده وتكون مش فريش 100%. طب ايش رح تستخدمي؟ الرز، الرز الحبة الطويلة ولا؟ انا بحب الرز الحبة الطويلة. اوكي. بحسه ما فيه نشا كتير وبحسه خفيف صراحة. حلو. يعني احنا طبعا اكيد بنستخدم رز تايجر، واكيد يعني الرز تايجر صرتوا تعرفوا انه بربحكم. كل اللي عليكم تعملوه انكم انتم تشتروا الكيس بتلاقوا مغلف فيه الورقه ومكتوب عليها رقم. كل اللي عليكم تعملوه انكم تدخلوها على صفحتهم على الفيسبوك وصحتين، والربحه من اثنين هي الحمله تبعتهم بهاي الفتره. ان شاء الله انه بتكونوا كلياتكم ربحانين معاهم. انتبهوا انكم تلاقوا هاي الورقه وتدخلوا الرقم اللي بيكون مكتوب على هالكوبون الصغير. طيب هلا هاي انت عملتيها اليوم بلحمه راس العصفور. لحمه راس العصفور اللي هي خروف، في ناس بحبوا يعملوها بعجل لانه بخلاقوا انه العجل اخف على المعده. انا صراحه كثير بحب لحمه الخروف. اوكي. فبجيبها راس عصفور صغيره واذا بدك تصغريها قد ما بدك بتصغريها. هلا ما تنسي انه في ناس بحبوا يطبخوا بكل الطرق طبعا. يعني في ناس بيعملوها مع دجاج، في ناس بيعملوها مع لحمه مفرومه. زي يخنه السبانخ بيعملوها مع لحمه مفرومه مع راس عصفور. ف كل الاوبشنز موجوده عندك بالضبط. فانتوا حسب انتوا كيف بتحبوها. مثلا انتوا بالبيت مثلا ما بتحبوا اللحمه بتقدروا تعملوها بالجاج، واكيد اذا اخترتوا انكم انتوا تعملوها بالجاج اكيد بنذكركم بدجاج العز. تقدروا تطلبوا عن طريق الابلكيشن تبعهم او بتقدروا تروحوا لاقرب فرع لكم. كل شيء بخص الجاج بتلاقوه موجود عندهم. هلا عم نضيف البهارات. هلا عم بحط ملح وفلفل. اوكي. وراح احط بهار حلو. هي كل ما حطيتي بهارات بتستطعمي بطعمتها اكثر. اوكي. اوكي. بهار بهار حلو وسبع بهارات. اوكي. قرفه شوي. تمام. بعدين كزبره مطحونه. اوكي. هذا بحط بصل مطحون شوي. يعطيها هيك نكهه. ما في شيء ما بحطه انا. عن جد كله. كل شيء الله وكيلك. كبشه قرنفل. قلبي تمام. هو دائما ما في غير صوت الفرن طالع والبخار والبخار هذا اللي طول نهارنا ايش التش سمعينا. طيب هلا انت من محبين اللحمه والدجاج ولا السمك اكثر شيء؟ ايش بتفضلي؟ كله على فكره عادي ما عندك مشكله. كل شيء. طيب احنا لانه عملنا كثير وصفات بالدجاج من قبل فحبينا انه اليوم نغير وندخل اللحمه، بس حكينا انه بتزبط انكم انتم تعملوها باي طريقه. حابين نسمع منكم انتم اذا بتعملوا يخنه البطاطا بتعملوها بنفس الطريقه اللي احنا عم نعمل لكم اياها اليوم ولا بتعملوها بطريقه مختلفه؟ بتحبوا انه حدا يساعدكم بالمطبخ ولا ما بتحبوا حدا؟ وزي ما حكت الشيف كثره الطباخين بتخرب الطبخه وبتحرق الطبخه. هل انتم برايكم الزوج لازم يساعد ويكون في مساواه ولا ما بتحبوا انه يساعدكم؟ انا ما بتخيل انه في حدا ممكن يحكي لنا انه لا ما يساعد. لا هلا هذا كله على التلفزيون يمكن اليوم. الكل رح يحكي انه لا لازم يساعد مع انهم ما بيساعدوا، بس يعني مش الكل بيساعد. خلينا ما بدي اجمع، خلينا نقول مش الكل بيساعد بس في ناس بتساعد. مرات بتريحي حالك انه لا ما يساعد خلص خليه. بتجيبي له الاكله على عنده وخلص خلص مش ساعد بيريحنا. طب علي انت بتساعد ولا ما بتساعد؟ بما انك اليوم هادي ورايق. صح ما اسمع. مين؟ لا بتخيل انه علي ممكن انه يكون بيساعد من الناس اللي بيساعدوا. ف ان شاء الله ان شاء الله. ايوه يعني عشان كل اللي عم بيتابعونا اليوم ما بيساعدوا يصيروا يساعدوا كمان بعد حلقتنا وبعد هالنقاش اللي قاعدين عم نحكيه. وكمان رح نقرا من التعليقات اللي رح توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك، واكيد اذا في عندكم ببالكم اي وصفات حابين نحضر لكم اياها بالحلقات الجاي كمان ابعثوا لنا لحتى نحضر لكم اياها. هلا طيب. انا حطيت مي مغليه. اوكي. رح اخليها تغلي. هلا مسكر عليها وهلا رح احط بس اورجيهم كيف بنعمل الرز. هلا هاي المي المغليه للرز؟ لا هاي المي المغليه هلا حطيت عشان خلص اللحمه هلا بتغلي. لا انا قصدي الطنجره الثانيه. الطنجره الثانيه للرز. هلا بدي اقلل الشعيريه. اها انا بقول لك مش قادره اوصل المعلقه اليوم. يلا يعني معنا. تحسي مرات في وصفات الرز بشعيريه اساسي فيها.
يعني مرات وصفات كتير. انا ما بزبط فيها الرز بشعرية، ما بزبط بدونها، يعني ما بزبط بدونها وما بزبط معها، فهيك حسب. لا، هي اطيب شيء انا بحبها كثير، بس هي دائما مع الرز لانها فيها جلوتين، في كثير ناس كمان ما بحبوها. صح، عرفتي، بفضلوا انه ما ياخذوها لانها هي زيها زي المعكرونه. طبعا انا لاني 100% الله وكيلك، ما في كثير طول. ما في كثير طول، نقرب لك اياهم. خلص هي هلا بقلل الشعيريه هيك تتحمر شوي. في عنا ريم عم بتقول اذا بضيف الشعيريه شاف بضطر اني اضيف زياده مي على الرز ولا لا؟ لا لا لا، ما في داعي، لانه الشعيريه ممكن تنطبخ اسرع من الرز على فكره. اوكي. وفي عنا كمان ام احمد عم بتقول يعطيكم الف عافيه، انا بفضل اكيد انه يساعد، مع انه الجزء الاكبر انهم ما بيساعدوا وما بيعملوا ولا شيء، بدهم كل شيء جاهز. صح، للاسف. قولي لها مليون بالمية. للاسف للاسف، هو بطل على بعد عمر معين ببطل للاسف. تقولي ايه خي خلص خلص ما يساعد. خلص احسن ما يكون في كثير مشاركه. صح علي؟ اكيد. اكيد اكيد معانا بكل شيء علي. اوكي طيب مروة، انت احكي لنا شو الوضع، بساعدك ولا ما بساعدك؟ اكيد. واضح من الجواب طول النهار. اوكي يلا احكوا لنا مشاهدينا، انتوا اذا عم بيساعدوكم ازواجكم بالبيت ولا ما بتحبوا حدا يساعدكم، ابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، وراح اقرا قد ما بقدر من التعليقات اللي راح توصلنا. بدي ارجع اذكركم كمان انه اليوم وصفاتنا بالبطاطا، فبدي اياكم كمان تعملوا لنا، مش عارفه اجيب لغطس لكل محبين البطاطا، اعملوا لهم تاج على صفحتنا على الفيسبوك عشان يرجعوا يحضروا. مش عارفه الغطا بدها الغطا. انا هو هيك بحس حالي كل مره، حاسسه انها هي بالبيت عشان خلص هيك ضلها على راحتها. مش احسن؟ ولا طبعا احس حالي بالبيت قاعده. طبعا طبعا، بس هي تاكد انها هي هاي. خلص هي هاي، هي هاي خلص ممتاز ضبطت. طيب ايش صار في عندنا هون بالطنجره اللي غطيناها؟ هاتي هاتي نشوف، هاي اللي غطيناها خلص، هلا بدها تغلي اللحمه، وبعدين بس تغلي بنطبع عليها البطاطا اللي اوريدي انا قليتها بالبيت. اوكي، وبنخليها، واخر شيء بنقلل الكزبره والتومه، وبتحطي شوية ليمون، بتحطي شوية بهارات زيادة، وبعدين بتقلبيها. ممتاز، بتكون جاهزة. على فكرة هي طبخة كتير سهلة، وأهالينا كانوا إحنا صغار اللي ما في مش عارفين إيش نطبخ يعملوها، كان أي شيء بالبطاطا ظابط، مفركة بطاطا، يخنة بطاطا. صح، أي شيء أي شيء، سبحان الله كيف كلهم متعلمة. حتى كوبة البطاطا يعني وصفة قديمة مش وصفة جديدة، هي كتير إنجليزية كوبة، هي مش اسمها يعني ريسيبي شيبردز باي، اللي هي طبقة اللحمة مع البازيلا والجزر، وفوقها البطاطا المهروسة، وفوقها جبنة. بس اليوم قلت خلينا نجرب البطاطا من تحت ونعملها زي كأنها كوبة، عرفتي، من مدها. أوكي. يعني أول مرة حكون بعملها صراحة. لا إحنا بنعملها من مد البطاطا المهروسة، بعدين اللحمة المفرومة. أيوة. مع البصل. بعدين كمان طبقة بطاطا وجبنة. بس فوق مش جبنة، قرشلة. في ناس هيك بحطوا قرشلة. فبدون جبنة، فبرضه هيك كمان بزبط. فيلا احكوا لنا أنتم كيف ممكن أنكم تعملوا كوبة البطاطا، إذا بتعملوها ولا ما بتعملوها، وكيف أنتم بتحبوا أنكم تاكلوها. إحنا حكينا لكم كيف رح نعمل لكم إياها بحلقة اليوم، وأكيد طبعا رح نمشي معكم خطوة بخطوة لحتى نفرجيكم كل التفاصيل. وكمان بدي اياكم اذا عاملين وصفات عملنا لكم اياها بالحلقات السابقه، ابعثوا لنا كمان صور من تطبيقاتكم، بنحب انه نشوف ايش الوصفات اللي طبقتوها. قبل ما نطلع فاصل، ايش رح تعملي هلا؟ خلص بس بدي احط الرز، احط عليه مي واخليه يغلي، هدول التنين بيغلوا، بنكون احنا عم نحضر شوي البطاطا المهروسه. ممتاز، اذا رح نطلع لفاصل صغير، من بعد الفاصل بنرجع لنكمل معكم باقي وصفاتنا، خليكم معنا. رجعنا لكم لنكمل معكم باقي وصفاتنا، بنرحب اكيد بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، وبنذكركم انه احنا اليوم كل وصفاتنا بالبطاطا، وقاعدين عم نسمع هيك اصوات وروائح مشهيه، يا ريت بتقدروا انكم انتم تشموا الريحه كمان معنا. نرجع هلا لشيف ندى ونشوف ايش وضع يخنه البطاطا، شو يا شيف؟ هذا كله من الرز؟ كله من الرز علي. اوكي هلا عندك الرز مع الشعيريه. هلا مع الشعيريه. اوكي هلا بنزيد زيت زيتون، ملكه زيت الزيتون، اسكتي. هلا هيك ممتاز. هلا بنزيد عليه مي وبنخليه يسلق، بكون غلي باخر الحلقه. انت اليوم قلتي لي ما رح تذوقي معي، رح اذوق عنك. اليوم تذوقي عني. هي في اليوم كثير خلص، اللي كله يطلع بليز عشان تذوقوا.
تمام. بدنا نرجع كمان نذكركم انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في اوفيشال. اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات اي وصفات حابين نحضر لكم اياها بالحلقات الجاي كمان ابعثوا لنا لحتى نحضر لكم اياهم. واذا انتم بتعملوا يخنه البطاطا بطريقه ثانيه كمان ابعثوا لنا. والوصفه اللي بعدها اللي رح نبلش فيها هي كبه البطاطا، فخليكم معنا عشان نضلكم متابعين خطوه بخطوه ايش رح نعمل. احنا حبينا انه بدنا نقدم جنب يخنه البطاطا الرز بالشعيريه، وزي ما انتم شايفين ولا شيء جاهز على سفرتنا، كله رح يجهز من هون لنهايه الحلقه. فاذا انتم لسه مش عارفين شو بدكم تطبخوا، انا متاكده انه كل المكونات اللي استخدمناهم اليوم موجودين عندكم بالبيت. وحكينا انه اذا ما عندكم لحمه بيزبط انكم تعملوها بالجاج، اذا ما عندكم جاج لحمه عندكم لحمه مفرومه برضه بيزبط، فكله بيزبط بوصفه اليوم. طيب قولي لنا شو الوضع عندك؟ تمام. حطينا المي المغليه. عم بقرا هلا مسج صاحبتي بعثت لي. عم تحضرك؟ عم تحضرني. ممتاز، نوجه لها تحيه. فحطيت المي المغليه هلا. بدي اغطيها، لقيت الغطا الصح. ممتاز. وبخليها هلا ما بياخذ كثير وقت، بنكون خلصنا باخر الحلقه ببين معنا. أوكي. نطمن بس على اللحمه. اوه احنا هون لسه ما ضفنا عليها البطاطا، احنا بس عندنا هي لازم تستوي. انا كثير بحب انها تكون طريه طبعا، وكل ما حسينا انه بدها شويه مي رح نزيد. أوكي. رح ازيد طبعا انا لاني ما بعطي مقادير بالضبط، كل شيء على النظر. فانت هون الهدف انك انت بدك اياها تستوي معك 100% بالضبط. اوكي هلا عبين ما يكونوا هدول شوي عم بيستووا رح اجيب البطاطا اللي انا سالقتها بالبيت. اوكي رح ابعد هدول هون. هاي البطاطا لوصفة كبة البطاطا. بدك تحطي المقادير لانا؟ يلا ناخذ المقادير عشان نضلكم متابعين معنا خطوة بخطوة، نشوف مقادير كبة البطاطا ونرجع. لكوبة البطاطا رح نحتاج لبطاطا، لحمة مفرومة، بصل، حليب من المراعي، زبدة من المراعي، كريمة طبخ من المراعي، جبنة موتزاريلا من المراعي، ملح وفلفل، وبهار حلو. كمان رح نحتاج لسبع بهارات، جوزة الطيب، قرفة، كركم، ودبس رمان. شفنا المكونات والمقادير، خلينا نشوف كيف طريقة التطبيق. أول إشي سلقنا البطاطا. سلقنا البطاطا وبنهرسها. هلا بنهرسها، هاي أول مرة بستعملها بتعرفيها بس حلوة. بس حبيتها. بدي أشتري وحدة منها بالبيت. ما إلك إلا دريمهم، كل إشي إحنا عنا هون من دريمهم، من صندوق تقديم، من الكفاكير، من طناجر، كل إشي بتلاقوه موجود عندهم. تقدروا تروحوا لأي فرع قريب عليكم، ودائما عندهم عروض، دائما عندهم أشياء جديدة، دائما يعني عن جد بفاجئوكم قد ما بغيروا بالتشكيلة اللي عندهم. فروحوا على دريمهم إذا في أي إشي ناقصكم بخص البيت. طيب شو حطيتي عليها؟ هلا حطيت كريمة. أوكي هاي هلا هيك بنهرسها بتنهرس أكثر. هلا بحط شوية حليب. يعني رح تحطي كريمة وحليب؟ حليب وزبدة وكله. يعني قديش ما رح يقرب؟ يعني هو أصلا بده مسلوق محمد. هو بس بده مسلوق لحاله. بدون أي شيء. هو ما بعرف ليه بسموه قديش. هو مش اسمه محمد؟ محمد، بس عيلته قديش، فعشان هيك احنا بنناديه بلقب العيلة. بتدلعوه. بعدين صراحة أنا كثير حبيت فكرة الكريمة تبعت المراعي، إنها بتيجي إنك تقدر تغطيها، لأنه في أنواع كنت إنك ما بتغطيها ما تقدر إنك تغطيها. صح. فبتضطر إنك أنت تمزعيها مزع ما تقدر ترجع تستخدميها مرة ثانية. فالمراعي هيك سهلوا عليكم إنه أنتوا ما بتحتاجوا كمية كثير كبيرة، فبس تحتاجوا كمية قليلة بتحطوا بتسكروها بترجعوا بتحطوها بالثلاجة، بتقدر تستخدموها بعدين بأي وقت أنتوا بدكم إياه. وإحنا حبينا كمان إنه نضيف عليها الحليب، فإحنا هيك زدنا حليب وكريمة الطبخ مع البطاطا والزبده. حطيتي كمان زبده؟ هلا بدي احط زبده. أوكي. ورح ادهن الصينيه زبده. ممتاز. هلا رح اقيم هدول، معلش رح اخلط بايدي لانه اريح شوي عشان تتاكد انه كله خلط مع بعضه بالضبط. يلا وانت عم تخلطين رح اقرا شوي من التعليقات اللي عم توصلنا. في عنا ام عادل بتقول يسعد مساكم احلى صبايا يعطيكم العافيه، شف وصفاتك روعه، انا بحب البطاطا بكل اشكالها، اما بالنسبه للموضوع اليوم انا ما بحب حدا يكون معي بالمطبخ، بتلبك كثير ويسلم ايديك يا شف.
هاي كمان ما احلى التعليقات الحلوة، زينا ما بتحب حدا يفوت كمان ويساعدها بالمطبخ. وفي عنا كمان مها عم تحكي يعطيكم ألف عافية، شف أبدعتي بوصفات اليوم وبدنا تعملي لنا وصفات حلويات باردة. ضروري هاي يعني هلأ هيك مع أجواء الشوب، هلأ مع أجواء الشوب والعيد بدها الواحد أشياء هيك حلويات، بدها حلويات وبدها. طيب كنا قاعدين عم نحكي أنا والشاف هذيك المرة أنه بدها تعمل أم علي، كان النقاش بدها تعملها بالكروسون ولا بدها تعملها بالبوف بيستري ولا تعملها بخبز التوست، فانا لسه ما عرفت الجواب. انا سالتها كيف طلعت ام علي، قالت لي بتشهي بتشهي بتشهي. هلا بنحكي عنها. اسمعي كثير طلعت طيبه دانا، اول مره بحياتي بعملها، قلت خليني اجربها بما انه حكينا فيها. وبالكروسون عملتها بالكروسون الساده وبعدين عشان بس تشوفوا بدي ازيد شويه زبده على الرز عشان هيك النكهه كمان عشان الاكله بعدين لما بدهم ياكلوا الشبيبه يكونوا ايش 100%. ايوه عملتها مع كروسون، حطيت فيها على فكره جبتهم كلهم مراعي كله طبعاً. هلا عم بس الجريك يوغرت تبعهم اطيب شيء بالعالم. كريمه، حليب، كريم قشطه، كندنسد ميلك، وقرفه، ما زهر وما ورد. أوكي. وبعدين حطيت جوز هند كثير طيبه. هلا شوي كانت كريمي بس لأول مرة طيبة. هلأ أنا بعمل زي ما أنت بتعملي، بس أنا ما بحط أنا حليب وبحط قشطة بس بدون كريمة، فيمكن كمان بتخف شوي. اسمعي كتير طلعت زاكية. أنت ما رح تدوقي صح؟ لا أنا ما رح أدوقي، أنت هلأ رح تدوقي. ندوق اللحمة. يلا احكي لنا ايش الوضع هلا لما بدوق اللحمه. ولكل الاشخاص اللي ما تابعونا من بدايه الحلقه، اول وصفه عم نعمل لكم اياها هي يخنه البطاطا مع لحمه راس العصفور. اذا ما عندكم لحمه راس العصفور بزبط باللحمه المفرومه، بزبط عندكم اذا عندكم دجاج وحابين انكم تعملوها مع الدجاج. والبطاطا اللي عم نهرسها هون هي لكبه البطاطا، رح نفرد لكم اياها ورح نعملها طبقات. قربت يا سلام. الامور تمام، هي الريحه بتشهي يعني ريحه البهارات. معلش هو هيك الواحد بنقل من طبخه لطبخه، بس هي الشوكه اكلت منها حطها. يلا هون. ممتاز. في عندنا كمان هدى عم تحكي يعطيك العافيه الشيف ابدعتي بهاي الوصفات. وفي عندنا كمان فريده عم تحكي يسعد مساكم ويعطيكم الف عافيه، يعافيك يا فريده. وفي عندنا احمد عم بحكي شيف بدنا تعملي لنا كمان وصفات عصائر. اوكي كله هذا سهل، ليموناده و... ان شاء الله بنعملها، ورمان وهاي الاشياء كلها. ممتاز. هلا هيك رح اطبقها انا قدامكم. بس هلا لسه بدي اطبخ اللحم المفرومه، بخليني ابلش بكون الرز خلص. اوكي هاي وين رح تفرديها، باي بالابيض يا دانا؟ بالابيض. هاتي. يلا احنا اليوم قررنا انه احنا بدنا نعملها ثلاث طبقات. اول طبقه هي طبقه البطاطا المهروسه، بعدين طبقه اللحمه، بعدين نرجع كمان مره طبقه البطاطا المهروسه. انتم كيف بتعملوها ابعثوا لنا على صفحاتنا على الفيسبوك اذا في وصف يعني طريقه ثانيه او بتحبوا تعملوها يعني شكل ثاني، خلينا نقول ابعثوا لنا لحتى نسمع منكم انتم كيف بتحبوا انكم تعملوها. دانا فيك تدوقي الرز انت هلا؟ هلا بس يخلص من اليوم فيك تدوقي هذا. يعني انا عم بحكي للشيف كنت انه انا اليوم ما راح ادوق معك لانه مش كثير من محبين اللحمه، فاليوم هي بدها تدوق بس انا بدوق الاشياء اللي ما بكون فيها كثير لحمه. تعالي دوقي لي الرز شوفي شو وضعه يا دانا. فكرك استوى؟ يعني حسيته استوى بس شوفي انت قرري. يلا هلا بنشوف. يلا خلينا نشوف اذا الرزات استوى ولا لسه. لا لسه بده شوي. بده شوي ازيد مي عليه. لسه بده شوي. طيب احنا خلال هذا الوقت رح نطلع لفاصل راس الساعة، من بعد الفاصل بنرجع لنكمل معاكم خطوة. شو يعني فاصل راس الساعة؟ يعني ساعة واحدة. هو هذا فاصل راس الساعة، بدك تعملي شيء خلال الفاصل ولا لا؟ لا كله قدامكم. ممتاز، رح نطلع لفاصل وبنرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل، راح عليكم شو صار بالفاصل، عملنا هيك شوية خلينا نقول فعاليات عشان أجواء. نغير الجو اللي عندنا بالاستوديو، وقعدنا ندوق كمان الرز صار مستوي عندنا كأموره تمام، اليخنة تبعت البطاطا بلشت تجهز معانا، هلا بنرجع نحكي لكم خطوة بخطوة، بس قبل هيك بدي أرجع أذكركم إنه إحنا معاكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في أوفيشال، إذا عندكم أي أسئلة أي استفسارات أي وصفات حابين نحضر لكم إياها بالحلقات الجاي ابعتوا لنا، وكمان بدي إياكم تحكوا لنا بتحبوا حدا يفوت يساعدكم بالمطبخ ولا ما بتحبوا حدا يساعدكم بالطبخ وبالمطبخ وبشغل المطبخ خلينا نقول.
طيب قولي لنا شو الوضع؟ لي آخر مرة آخر خلاص؟ خلاص جواب نهائي وبعد هيك ما في. يلا هلأ مندوق. طيب احكي لنا ايش صار عندك هلأ هون بال ولا شيء. خلص البطاطا. الرز اللي يخنت البهين هلأ بدي أفردها قدامكم. طبعا لهم ساعة بيضحكوا علي وأنا بهرس بهالبطاطا بس خلص هاي خلصنا. لا خلص أمورهم اليوم ممتازة صح؟ ممتاز. أوكي حاضر حاضر هينا. يلا هلأ بدنا نرجع لكبة البطاطا. حطينا هون عنا البطاطا الزبدة وحطينا كريمة وحليب وهلأ بنبلش نفردها. وطبعا أكيد ما إنه شيف ندل معانا فهي يعني حطت كمية زبدة محترمة دسمة دسمة. هو أنا خايفة بعدين بكرة تطلع علي سمعة إنه أنا بس بستعمل الأشياء المنصحة. لا ما لا. في شيء صحي واضح يعني هو هيك نحاول. اسمعي شوفي شو بنعمل. بنعمل لهم حلقة صحية وبنعمل لهم حلقة هيك مبحبحة. ف ها شايفة بطل بده علي صحي، بده أشياء دسمة ودسم ودخل بحكي لنا ولية. فخلص خليكي على الدسم. خليكي على الدسم بالضبط. هلا فردناها بدي اياها شوي تجمد. هلا بدي احطها بالثلاجة قدامك عشان لما بدي احط اللحمة بعدين ما هيك يخلطوا مع بعض. عرفتي شو قصدي؟ اوكي انا اضلها طبقات. اوكي انا عامله شوي بطاطا اكسترا اليوم. فينا ناكلها لحالها. هلا بالنسبه للبطاطا هلا في ناس ممكن يعملوها كرات ممكن انه زي زي مكبكبه. طبعا بس هاي بدك تحطي معها برغل. انا مو حاطه برغل. يعني وبعدين كمان بدك تقليها قلي بتخيل هذيك ما راح يزبط انه شوي وتحطي. وبس كمان لا تمسك بدك تحطي فيها يا برغل يا قرشلي هاي الاشياء اللي بتشد. عرفتي هلا هاي ما هاي بس بطاطا ما فيها لا برغل ولا قرشلي ولا. اوكي هلا بس عم برتب منظرها ونحطها بالثلاجه شوي. شوفي الزبده لوين طالعه هون. لما هي لسه في كمان طبقات فرح ترجع تغطي كل الطبقات. أوكي الثلاجة نحطها شوي. يلا حطها بالثلاجة. قديش تقريبا بدها مدة بالثلاجة؟ حطها فوق بس 10 دقائق. ممتاز يلا. واحنا بما انه حطيناها 10 دقائق بدي ارجع اذكركم احنا اليوم مش مستخدمين اي شيء فيه خبز بس بدي ارجع اذكركم بخبز ليدز. خبز خفيف صحي ما فيه سعرات حرارية عالية واهم شيء انه هو بدون سكر. في منه اكثر من نكهة انتوا النكهة اللي بدكم اياها انتوا تقدر انكم تستخدموها. وصار في كمان عندهم خبز الكيتو فاذا انتوا عم تتبعوا حمية الكيتو تقدروا انكم انتوا تاخذوا من الخبز من دون ما تحسوا باي ذنب ومن دون ما تكونوا عم بتخربوا الحمية اللي انتوا عم تتبعوها. بتلاقوه موجود بالسوبر ماركت وبالهايبر ماركت ويعني صراحة طعمته كثير زاكية. بتخلوه بالثلاجة بتطلعوا باي وقت بدكم اياه بلف معكم بسرعة ما بكسر وما بينشف. طيب اسكر اغطيه عشان يضل سخون. اوكي وهلا بدك ترجع ليخنه البطاطا. خلص هي اللحمه قربت تخلص. تعرفي الفرن هاتي استني اشوف اذا انا بفهم فيه قد ما بضل. يلا شوف ايش الوضع. هيو هيو هيو. لا خلص صارت بروفيشنال عليه. خلص محسوبتك. خلص ابدعتي. طيب بدي ارجع اقرا شوي من التعليقات اللي عم توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك عشان نشوف اذا بدكم اي وصفات في ببالكم اي شيء حابين نحضر لكم اياه ونجاوب على تساؤلاتكم. احنا شو روائح فحفحات. خلص هلا مي مغليه وخلص الامور تمام. في عندنا عبد الرؤوف عم بيحكي يعطيكم العافيه وصفات اليوم بتجنن. وفي عندنا كمان روزين عم تحكي يسعد مساكم يعطيكم الف عافيه. وفي عندنا كمان فايز عم بيحكي اعملي لنا وصفات ايطاليه. خلص حرام طلبوا مني الاسبوع الماضي وخلص المره الجايه نرجع بنعمل لكم الفريش باستاز وكله. حلو خلص المرات الجاي. هلا هيك خلصت اللحمه رح انزل عليها البطاطا. اوكي مقليه اوريدي بالبيت. هلا بتاخذ بس النكهه. هلا هون انتم بتقدروا كمان اذا حابين انكم شوي انكم تخففوا بموضوع القلي تبع البطاطا بتقدروا تحطوها بالاير فراير او بالمقلايه الهوائيه. بتقدروا اذا بزبط انهم يشوها شوي ويحطوها هيك كمان بزبط بس بتطرى لما بتنشوى. اوكي فممكن انكم انتم تحطوها بالمقلايه الهوائيه هيك انتم بتكونوا خففتوا كميه الزيت اللي ممكن انكم انتم تحطوها وبتضلها يعني بتعطيكم تقريبا نفس الطعمه زي ما انتم بدكم تقليها. او حتى كمان انا بقول انه لو الواحد بده يقلي بيقدر انه يحط كميه زيت قليله ويقليها فيها مش ضروري انه زيت غزير وتنغمر كلياتها بالزيت عشان ما تتشرب كثير كميه زيت عاليه. هدوق اللحمه. يلا دوقي. يا عيني امور ممتازه مو عارفه شو اقولكم. خلص واضح من الفيس اكسبريشنز يعني انها روعه. بدها شويه مي هلا شوي
خلص هلا هيك شوي بيغلوا بياخذوا الطعمه كلهم. بعدين بزيد عليها الكزبره والتومه. هلا عم نقلي البصل واللحم المفرومه اوكي اللي هي للكبه اوكي. هلا هاي بنعملها زي ما بنعمل حشوه الكبه اوكي اوكي. يعني بس لحمه وبصل وملح وفلفل؟ لا لحمه وبصل وملح وفلفل ودبس رمان وبهار حلو وسبع بهارات وكله كثير بهارات لما بنحشي الكبه اوكي حلو. طيب في عندنا كمان ام سيف عم بتقول لك بدنا اياكي تعملي لنا صينيه الكبه. نعملها هاي نعمل هاي بس الكبه. لازم احضرها قبل بوقت. نعملها بنجيب بنعمل الخلطه وبنكون محضرين واحدة. يس ممتاز سهله تبعت الكبه اوكي. بدنا اياكم كمان تجاوبوا على سؤال حلقتنا لليوم، بتحبوا حدا يفوت ويساعدكم بالمطبخ ولا ما بتحبوا حدا يساعدكم؟ وزي ما بحكي المثل انه كثره الطباخين بتحرق الطبخه. ابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في اوفيشال. وهي الوصفه يخنه البطاطا، اذا ما كان في عندكم لحمه اليوم راس العصفور، عندكم لحمه مفرومه بزبط، عندكم دجاج بزبط، كل شيء ممكن انكم انتم تعملوا فيه هاي الوصفه. صراحه وصفه كثير سهله زي ما انتم شايفين، مو جاهزه معنا لسه، خلال هاي الفتره رح تجهز معنا واحنا بالحلقه. فسهل كثير انكم انتم تقوموا وتطبقوها اليوم. وانا بتخيل ان الكل بحب البطاطا، فانتم بتقدروا بس تتحكموا بايش هو البروتين اللي انتم بدكم تحطوه معاها. يا اختي مش قادره احفظ هالفرن يا دانا. لا هلا انت لانك حطيتي الغطا. ايوه الغطا بس يعني بدك تتعاملي معاه بكل اوكي. هلا بدي احط ملح. تنسيش انه كبة البطاطا بدها تدخل على الفرن اوكي اوكي، ف يعني عشان بس ما يفكروا انها رح تضل بالثلاجه. ايوه فلفل بصل شوي مهروس، البهارات على هوا كيف الواحد بحب البهار بحط اوكي ايش ما بدهم. كزبره ناعمه وانا كثير بحب البهارات، فيعني دائما من ناحية بكثر كثير هلا زاكي يعني هلا شوفي مرات في وصفات انه الواحد ما بخربها، يعني ما بحب انه يخربها بكثره البهارات، بيقول لك انه خلص بس ملح وفلفل، وفي مرات انه وصفات عن جد اذا ما كان في عليها بهارات وكانت طالعه ما بتطلع زاكي. صح. فلا يعني هاي الوصفه بتخيل لانها هي البطاطا يعني ما فيها كثير نكهه، فحلو انه انتم تنكهوا اللحمه لحتى لما بتاكلوها كلها مع بعض تحسوا بطعمه البهارات تكون واضحه. اوكي هلا هدول قولي اللحمه هاي المفرومه بتتقلى بسرعه عاده. طيب وانت هون بتستخدمي عجل ولا خروف؟ خروف. خروف بس اللحمة المفرومة بخلط اوكي، بحط نص بنص اوكي، ودائما بفضلها ناعمة. ممتاز. ما بعرف خلص اسهل للطبخ وللمد وكله اوكي اوكي. هلا بدنا نزيد كزبرة على مرقة انا عم بعمل اثنين مع بعض. كزبرة اوكي فريش هاي على اليخنة. على اليخنة اوكي. هلا بزيد التونة كمان شوي. انا فكرت انك بدك تعمليهم تقلاي لا اليوم بعدين. انا مش جعبالي كثير اقلي لانه كثير القلي، يعني البطاطا مقليه عرفتي أوكي. كل شيء ما بدنا نزيد فما بدي ازيد. بس هي الكزبره وكيف ما حطيتيها بتعطي طبعاً طعمه طبعا. اوكي طيب. وعم بسالوكي شف بنقدر نعملها مع الدجاج يكون بس صدوره مسحبه؟ طبعا طبعا بصف. انا بعرف واحدة بتعملها بس بالدجاج اوكي، ففيكي تعمليها زي ما بدك، انا بحبها باللحمه تعودنا عليها من احنا صغار. ممتاز. وفي عندنا كمان عطاف عم تحكي يعطيكم العافيه، والله انا ما بحب حدا يدخل معي المطبخ، اريح لراسي وبركز اكثر. مليون بالمية قليلة. هي الكل عم بتفق بهذا الموضوع. حطينا دبس رمان دانا لانه دبس رمان اطيب شيء بالاكل. راح بيعطي طعم كثير زاكي. كثير. اوكي في عندنا كمان عبير بتحكي يعطيكم الف عافيه، ممنوع دخول المطبخ وبس اخلص جلي بعمل حظر بالمطبخ، ممنوع الاقتراب هو معها حق، مسموح التصوير من بعيد لانه نادر ما يكون في اصلا في جلي. فممتاز يا عبير انك انت بتكوني مسيطره على الموضوع، يعني من ناحيه الجلي ومن ناحيه الاكل ومن ناحيه كل شيء بدون ما حدا يساعدك، برافو. بس حبيت انها هي بتعمل حظر انها بعد ما تخلص طبخ ممنوع حدا يفوت على المطبخ. برافو يا علي ممتاز. طيب اوكي في انا هلا بما انه احنا قاعدين عم نحكي عن اذا في حدا عم بيساعدك بالمطبخ ولا ما بتحبي حدا يساعدك بالمطبخ، طب خلينا نزيد شويه على السؤال، بتحبوا حدا يضل يدوق لكم الطبخه ولا ما بتحبوا حدا يضل يدوق؟ انا بحس الشيف انه بتحب حدا يضل يدوق. انا بحب حدا يدوق لانه انت لما بتطبخي بتبطلي تحسي بطعمه اي شيء. صح يعني بيكون خلص نفسك شبع من الطبخ والدواء ما
فلا بدوق كل البيت. لا وبعدين كمان مرات بتحسي انه اللي بطبخ الطبخه ما بيكون له نفس ياكل منها، بتصير معاكي هاي كثير كثير دانا، حتى لما بتصبي وبتسكبي خلص بتحسي حالك انك انت شبعتي بدون ما تاكلي خلص انه هاي سبحان الله هلأ. بعدين لما بتروحي مثلا بتاكلي نفس الشيء اللي انت عملتيه بالبيت بس عند حدا ثاني ما بتكوني انت عملتيها، بتحسي انه خلص تستمتع فيها اكثر. لا ما بتزبط معك خلص يعني. وشوفي كثير صعب تروحي عند حدا ويكون طعم التمه زيك، صح؟ الا ما يكون في اقليه الناس اللي بتحبي انك يعني تاكلي اكلهم، تاكل اكلهم صح مزبوط، مش سهل. صح صح. طيب هلا هيك هاي عم نقليها، نطلع البطاطا اللي حطيناها بالثلاجه. احنا عملنا اول طبقه وحطيناها بالثلاجه بس لحتى تمسك شوي عشان لما نحط عليها اللحم المفرومه وهي سخنه ما كلياتها هيك تندمج مع بعض وتضل عنا الطبقات. اوكي بس قبل ما نطلع فاصل علي بدنا نفرجيهم كيف بدنا لا رح اخلي اللحمه تبرد. تبرد بدي اياها تبرد شوي. اوكي طيب يعني احنا بنقدر نطلع فاصل؟ طبعا ممتاز. احنا خلال الفاصل ما رح نعمل ولا اي شيء، لا رح نضلنا معاكم خطوه بخطوه بعد الفاصل، خليكم معنا. رجعنا لكم لنكمل معكم باقي وصفاتنا. اكيد نرحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، وبدنا نذكركم ان احنا معكم لايف عبر صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في اوفيشال. قبل ما اكمل الحكي بدي ارجع للشاب ونشوف ايش عم تعمل بكل هالحف هذا. طلعت الكزبره والثوم عم نضيفها على اليخنه صح؟ اها اوكي. فاحنا اول شيء عملنا لكم يخنه البطاطا، من بعدها انتقلنا لكبه البطاطا، فردنا اول طبقه من الكبه وهلا بدنا ننتقل للطبقه الثانيه. بس بدي اياكم تشاركوا معنا على صفحاتنا على الفيسبوك وتحكوا لنا هل بتحبوا حدا يساعدكم بالمطبخ ولا ما بتحبوا حدا يساعدكم بالمطبخ، وكثره الطباخين بتخرب لكم الطبخه وبتحرق الطبخه. ابعثوا لنا وراح اقرا قد ما بقدر من التعليقات. هلا بدنا نرجع لكبه البطاطا. هلا خلصنا اللحمه اوكي، خليتها شوي تبرد، وعنا طبقة البطاطا كنا حاطينها بالثلاجة. اوكي بعدين هي رح تدخل على الفرن اصلا. ممتاز. هلا بتحطي اللحمة. اللحمة لفون قال لي انها طيبة. لا هي من لأنه احنا كمان. لانه انت بس تطبخي بتبطلي تدوقي يعني زي ما لازم. فلا حلو هيك الواحد يستشير وياخذ اراء انه ناقصة اشي بدها اشي. مليون بالمية. يعني حلو. اوكي هلا في ناس بحبوا يحطوا كمان مكسرات فيها جوا. انا اولادي يمكن لانه ما بحبوا المكسرات بالاكل فبحاول ما اكثر، ما تحطي مع انه انا كثير بحبه. بتعرفي لازم نعمل كثير كثير لازم نعمل رز مفلفل مع دجاج المره الجاي كمان. بزبط طبخه طيبه هاي. حلو اوكي. في عندنا كمان اخلاص عم بتقول يعطيكم الف عافيه، انا من محبين البطاطا بكل اشكالها، وانا ما بحب حدا يساعدني بالطبخ بس بتحضير السفره اكيد بحب انه يساعدوني. حلو برضه هذا يا اخلاص. هاي رح اخليها للتغميس بعدين لانه لانها هاي لحالها زاكيه، هاي اطيب شيء. في عندنا كمان تعليق عم في عندنا هبه عم بتقول انا ما بحب حدا يساعدني بالطبخ بس بحب يساعدوني بالجلي بعد ما اخلص طبخ. هاي حلوه، هاي مهمه هاي. شوفي حدا اذا اصلا بيساعدك بيكون كل بهرب على وقت الجلي، ما حدا بحب يقعد معك على الجلي طبعا، مع انه بتعرفي انه بقول لك الدراسات انه الجلي كثير بيهدي الاعصاب. عن جد كثير بيريح كثير. حلو تسرحي لانه انت بتجري. صح صح. انا بحب الجلي، انا ما عندي مشكله. لا دانا انا ما بحبه. لا انا لا بحب لا. الجلي بس يعني بفضله عن اشياء ثانيه من شغل واللي بقول لك بحب شغل البيت ما تصدقوا. لا لا ما حد بحب شغل ما حدا بحب شغل البيت. لا بعدين يعني ممكن اذا بتحبي تحبي شيء واحد اشي بس مش كل شيء اكيد. لا يعني الا ما نطلع لك شيء هلا تكوني انك انت بتكرهي وما بتحبي، هذا بنخليه للحلقه الجاي الموضوع انه ايش بتحبي من شغل البيت وايش ما بتحبي من شغل البيت. بس هلا بدنا نرجع عشان نشوف الطبقه الثالثه كيف بدها تكون. انا بس بدي اخليها شوي تبرد، خليها لانه ما بدي البطاطا. اوكي طيب احكي لنا ايش عملتي باللحمه، يعني حطيتي بصل لحمه البهارات. بصل مقلي مع لحمه مفرومه ناعمه انا بعملها وبخلطها نص عجل نص خروف. أوكي. وبحاول دائما اجيبها بدون دهنه. حطيت ملح وفلفل قرفه، سبع بهارات، بهار حلو، بصل مطحون، كزبره ناعمه، كبشه قرنفل بس.
ممتاز. ودبس رمان أهم إشي دبس رمان. أوكي. هذا أهم بارت. فهيك صار في عنا الطبقة الثانية هي اللحمة المفرومة ولسه راح تدخل يعني على الفرن. هلا بدها تدخل على الفرن بحط عليها موزاريلا تشيز من فوق وبتدخل على الفرن. يعني بهيك الكومبينيشن بين العربي واللحمة. والبطاطا والأجنبي والموزاريلا وكله. حلو ممتاز. خليت شوي اللحمة تاخذ وقتها تبعت البطاطا. أوكي تبعت اليخنة. أوكي. رح ارجع ادوها كمان بعد الفاصل الثاني بس هلا هي هيك جاهزه مع الرز مع عصره ليمون مع حلو. عم بطلبوا منك تعملي لنا مسخن. كثير شاطره فيه انا. خلص نعمل مره مسخن اذا هيك، مع ان انا المسخن بحسه انه هو يعني شتوي اكثر من صيفي، شو رايك؟ مليون بالميه بس صح. في ناس بحبوه كثير طول السنه كل الاوقات تحسيه طيب عن جد. اوكي وفي عندنا كمان عم بيقولوا لك اعملي لنا وصفات بالبطيخ. حكينا عن البطيخ هذيك المرة لما نعمل سلطة بطيخ. رح أحطها دانا وأحطها بالثلاجة. سلطة البطيخ يا الله شو طيبة مع زاكي. حلوم أو فتا تشيز نعناع بصل أحمر أطيب إشي زاكية. لا لسه في عنا وصفات كتير جاي هلا الأيام الجاي. إحنا دخلين هلا على الصيف فهلا بتبلش وصفات الصيف عصائر الصيف حلويات الصيف الأشياء الباردة فكلياتها رح نعملها معاكم كمان وما رح نضيع عليكم ولا أي وصفة. بس إذا في ببالكم وصفة معينة حابين نحضر لكم إياها ابعتوا لنا لحتى نبلش بالوصفات اللي أنتوا بدكم إياها وبعدين نكمل الوصفات الثانية. ما بتصدقي قد ايه حلو الطبخه تنعمل على التلفزيون مش ما تكون جاهزه. طبعا يعني انك تطبخيها تحسي حالك انت عن جد بالبيت قاعده وعم تعمليها. لا ومش بس هاي اول يعني مره بعملها فما بعرف اليوم كيف بدها تطلع فبدون اي ايش احكام مسبقه بيقولوا. هي نو جادجمنت. لا بس اسمعي هلا شوفي من شكلها طالع انها كثير مشهي الشكل وداء الليفون اللحمه كمان بقول لك انها ممتازه يعني البطاطا كمان اكيد زاكيه فهلا بنحط عليها الجبنه وندخلها على الفرن. فهي المنظر الجبنه لما تدوب وهيك كله مع المطه هذا رح تكون لحالها كمان منظر مشهي. قلتي لي دانا انت ما بتطبخي بالبيت صح؟ لا مش كثير يعني بس انا بحب الطبخ بشكل عام. تحبي الاكل طيب؟ بحب. ولا لانك صحيه؟ لا بحاول اني يعني اكون صحيه واحاول اني اعدل شوي بالوصفات انها تكون صحيه اكثر. بس لا لابد من انه الواحد يجي هيك ايام جعباله. هي كل شيء البطاطا فيها طيبه، اي شيء بتعمليه بالبطاطا. بعدين البطاطا لكل اللي عنده حساسية من الجلوتين أموركم مهمة. تمام أنتوا يعني بالسيف سايد الرز والبطاطا بس ما تضيفوا عليه شعرية يعني يكون الرز سادة والبطاطا تكون يعني كمان هيك لحالها وبتكون أموركم تمام ما فيها. هلأ هو جلوتين. كمان ضل بطاطا اليوم هلأ بيأكلوها مع اللحم المفرومة اللي ضلت. ممتاز. أوكي عم تحكي باسلة مساء الورد يعطيكم العافية بدي طريقة كبة البطاطا المحشية باللحمة مثل كبة البرغل. هي نفس الاشي أظن بدك تحطي برغل مع البطاطا. أوكي عشان تمسك أكتر معك. تمسك أكتر أو قرشلة في ناس بحطوا كمان على فكرة. أوكي بس ما بعرف قدي. أوكي في عنا كمان أمل عم بتقول منورين إذا بحب أشتغل أنا على رواق ولحالي بس في مرات أشياء بيكون بدك فيها مساعدة بس بتكون أشياء بسيطة فحلوة المساعدة مش غلط فبرضه كمان حلو. ما فهمت محمد هذا التعليق ليه إنه إيش ما مش ملزقين أنت شايفهم مع بعض. لا الأمر تمام يا محمد. هاي ها شوف. لا صراحه شكلها حلو بعدين هلا انت هلا بس احط الجبنه أيوة. ما راح تشوف الفرق كل العيوب راح تختفي. انا بقول تطلعوا معي على البرنامج المره الجايه شو رايكم؟ عنجد. لا احنا رح نطلع لفاصل هو هذا اخر فاصل بس خلال الفاصل ايش رح نعمل ولا شيء رح نحضر ونطبق وناكل. بس نسكب لهم الرز هلا طبعا لسه ما زيناه وما عملناه. ممتاز رح نطلع لاخر فاصل بحلقتنا ونرجع بعد الفاصل خليكم معنا. رجعنا لكم باخر جزء من حلقتنا لحتى نستعرض لكم سفرتنا بالنتيجه النهائيه وزي ما شفتوا ما كان في عندنا ولا اي شيء جاهز وكلياته جاهز معنا على الهواء هلا بنستعرض لكم اياه. قبل ما نكمل السكب بدنا نورجيكم ايش صار بكبه البطاطا. حطينا الطبقه البطاطا تحت اللحم المفروم بالنص كمان طبقه بطاطا وحطينا
الجبنة عشان ما يبين السكر العيوب عيوب البطاطا. وهلأ بدي أحطها بالفرن، هاي بتاخد ولا إشي يا دوب 10 دقايق بس هيك تتحمر وتستوي وتتنهنه على قولة. أيوة. وبعدين منطبق الرز مع اليخنة. ممتاز. انت ما رح تدوق، انا رح اكل عنك اليوم. يلا اليوم تاكلوا عني. رح ندخلها على الفرن في درجه حراره معينه ولا انت بس بدك انت بس بدك يعني ما تكون 150 هيك شيء، انه ما كثير تستوي لانه كل شيء فيها مستوي. هي كل شيء مستوي بس هيك تدوب الجبنه تتسبك. وتتحمر. اوكي تمام. طيب بهذا الوقت احنا عبين ما تدوب معنا الجبنه وهيك تتنهنى هالوصفه، خلينا نشوف اليخنه شو صار فيها. بدنا نسكبها قدامكم هلا. الكل ده والكل قاعده ملا واو زاكي، قلت لهم يا ويلكم تقولوا واو وهي مش هم مش واو. لا لا ما حدا بيجامل عنا عشان تكوني عارفه، هم مش اذا في اي شيء في اي تعليقات رح يحكوا لك. هاي هلا بنسكبها. نعيني انا كثير بحب هالطبخه، حبيت. لا ريحتها صراحه بتشهي عن جد، يعني الريحه طبعا نظيف طبعا. لا وبعدين حبيت انه كل شيء عن جد جهز معنا خلال هالساعه ونص اللي احنا كنا فيها مباشره معكم على الهواء. تخيلي قد ايه الواحد بيقدر يعمل، يعني بيقدر يعمل كثير اشياء الواحد. وهلا كنت عم تحكي كمان انه حلو الواحد يطبق الاشي قدامكم، وحلو كمان انك انت تتحدي حالك بهذا الوقت، انك انت تخيلي خلال وقت قليل انك انت عملتي كل الوصفه، فهذا كمان برضو اشي مش سهل ابدا. هو لازم ازين لكم اياها باشي هيك اخضر بس خلص مزينه انف صح. لا هلا هي الكزبره يعني امورها ممتازه صراحه. لا حلو شكلها، ممتاز ممتاز. كلهم عم بيحكوا لك يعطيكي الف عافيه شاف، مبين انه الوصفات بتجنن. وفي عندنا كمان عبير نشأت عم بتقول منورين، عم بتابعكم من العراق. شكرا لك يا عبير وتحياتنا لكل اللي عم بتابعونا من العراق. اوكي. وفي عندنا كمان ام عبد الله عم بتقول انا بحب اطبخ لحالي، ما بحب حدا يساعدني، انا طبخت 50 صدر منسف لحمه لحالي. واو. ما شاء الله يعني فظيعه. يعطيكي الف عافيه. هذا لمين طبختيه ال 50؟ شكلها عزومه كبيره كبيره. هاتي هاي المعلقه هلا بقعد لبكره وانا بسكب الرز. مش مره قالوا لي الشباب انه غيري المعلقه، غيري هاي غيرناها. حلو. هو اليوم هم اليوم التركيز على شباب اللي بيهايند ذا سينز. طبعا. لا وبعدين اليوم احنا حبينا كمان نقدم لكم اياها مع الرز بالشعريه، فانتم بتحبوا تعملوه بشعريه، بتحبوا تعملوه لحاله، الرز ساده كله بزبط، بس زاكي مع الشعريه صراحه كثير. قلتي لي دانا ما رح تدوقي انت. يا سلام. لا اليوم انتم بدكم تاكلوا عني المره الجايه، مع انه في حدا ما بحب اللحمه. شايفه انا يعني مع احترامي لكل الفيجيتيريانز وهيك بس بلاقيها شيء مش سهل. هلا هي مش سهل بس انا مش انه والله يعني انه انا خلص انت ما بتحبي اللحمه. أنا كطعم عرفتي، مش انه ما باكل دجاج، باكل سمك، باكل يعني بس مش انه لا نباتيه كامل، لا مش هيك. يا سلام. بدي احطها عندك. يب. انت بس ننظفها الجوانب بدها اتاكد انه الطبخة الأولى. يا سلام أبدعتي أبدعتي أبدعتي. في عنا كمان محمد عم بحكي هلأ شكلها رح يطلع بجنن بعد ما نضاف عليها الجبنة. وفي عنا كمان فايز اللي أنا قربت عندك كتير. يلا صح؟ لا عادي عادي قرب عندك. هاتي أعطيكي عطة. في عنا فايز الدبوبي عم بحكي السلام عليكم يعطيكم الف عافيه، بدي اياكم تقراوا اسمي. هينا قرانا اسمك يا فايز، بنوجه لك كمان تحيه كثير كبيره. يعني السفره ريحتها هيك عم تفرفح. اوه هاي الجبنه عم بتدوب. بلشت؟ انت ايش استخدمتي؟ موتزاريلا صح؟ كله المراعي اكيد طبعا، بتلاقوها جاهزه مبروشه ويعني خلص جاهزه للاستخدام، تحطوها على الوجه وبدخلوها على الفرن. طيب عبين ما تستوي معنا وتدوب الجبنه ونطلعها، بدنا اياك تذكرينا قبل ما ننهي حلقتنا شو حضرتي لنا اليوم بالحلقه. اليوم عملنا يخنه بطاطا مع كزبره وتومه، رز مفلفل مع شعيريه وكبه بطاطا. ممتاز. طبعا اسهل وصفات كبه البطاطا. انت كنت عم تحكي انك انت عاده بتعمليها بس طبقتين. عاده بعملها على الطريقه الانجليزيه اللي هي بحطوا فيها بازيلا وجزر. اوكي. وما بتحطي دبس رمان ولا شيء من هاي الانواع، او بتحطي بس طبقه بطاطا وبحطوا عليها طبعا الجبنه وكل شيء وبتنحط بالفرن. أوكي. انا اليوم قلت هاي اول مره بجربها معكم على التلفزيون. انه نعملها طبقتين تكون زي الكبه. حلو.
فنشوف اليوم نجرب كيف تطلع الطعمة هلأ. منخبركم بكل صراحة كيف الطعمة طلعت. خلص الحلقة الجاية طبعا أكيد رح نخبركم، بس هي من شكلها ومن يعني الأشياء اللي حطيناها يعني متوقع أنها تكون يعني زاكية، لأنه كليات النكهات اللي حاطينها بتلبق على بعض، يعني البطاطا مع اللحمة مع دبس الرمان فكله بيلبق على بعض، وأهم إشي طبقة الجبنة اللي كمان يعني هيك لسه بتعطي شكل حلو وطعم كمان أحلى وأحلى. يخنة البطاطا كمان لازم إنكم تجربوها شو ما كان عندكم تكم تضيفوا عليها، بتقدروا إنكم تحطوا لحمة مفرومة، بتقدروا تحطوا دجاج، أو بتقدروا تستخدموا لحمة راس العصفور زي ما إحنا عاملين اليوم. شو كيف الوضع؟ ما بعرف هيني أنا هون عند الفرن، طبعا مو مبينة لما بوصل عند الفرن بس هيني ارجع ارجع عشان تبيني. بدي استناها بس شوي تتحمر. يلا خليها تتحمر وإحنا بنقرأ تعليقات ونجاوب يعني على أسئلتها. معنا شوية وقت. أوكي، وفي عنا كمان خولة عم تحكي يعطيكم ألف عافية أبدعت شف بهاي الوصفات، وفي عنا كمان محمد عم بحكي يعطيك العافية شيف أبدعتي بالوصفات، أنا من محبين البطاطا ولازم كمان تعملي لنا مرة هيك بطاطا مقلية وتحطيها على جنب. لا هي البطاطا المقلية، لا هي البطاطا المقلية بدنا نعملها مع وصفات ثانية، بدنا نعملها مع يعني أكل هيك كأنك قاعد بالمطعم. أيوة أشياء تلبق. أوكي، وفي عنا كمان عم بسألوك شيف شو بدك تحضري لنا عشان العيد؟ العيد لسه بدي أفكر، خلوني أنام على الموضوع، خلينا نفكر ونعملكم يا مفاجأة. أيوة خليكم خليكم تابعينا دائما ببهار ونار عشان تشوفوا. هو على العيد بده يكون الأكل سهل لأنه أنت ما حدا له مرار واقف بالمطبخ صح. ولا تحس إنه كله جاهز بفترة العيد. ستيك فرنش فرايز وتشيكن بالضبط. أو ممكن اسم تعرف إيش ممكن نعمل؟ ممكن نعمل لهم سفرة فطور، لأنه حمص وفول. يا حمص الله فول، فتة، فلافل. يعني ممكن نعمل ممتازة. أفكار هيك في كمان الترند، شفت الترند اللي طالع تبع فلافل؟ لا تبع الزعتر والبيض. بس ما بعرف، في ناس جربوها مش طيبة طبعا، مش زاكية. أنا هاي الترند ما بآمن فيهم كتير. لا أنا ما جربتها لسه صراحة، بس إنهم بيخلطوا البيض مع الزعتر وبيفردوه بالمقلاية ويحطوا بعدين الجبنة وبيسكروها. لا فكريش كل الترند. لا مش كله، صرنا نتفنن لدرجة إنه بطلتي تعرفي إذا الأكل عم بيكون هاي مبينة. أنا ارجع بطلتي تعرفي إذا الأكل عم بيطلع طيب أو لا. صح صح صح، إنه زي البيج ماك اللي بيعملوه كانوا بالتاكو بالفاهيتا بالبيتا بريد. اوكي، انه بتحطي اللحمه مفرومه وبعدين تقلبيه وبعدين بتحطي الجبنه والبرجر صوص وما بعرف شو. ما بعرف اذا كل هاي الاشياء، هو خلص الاشي الكلاسيك لازم يضل زي ما هو، ما يتغير، ما يتغير عليه اشي. لا بس هيك ممكن يعني انه احنا نعملهم حلقه من حلقات العيد انها فطور مليون بالمية هيك، او ممكن مثلا كمان نعملهم اشياء حلويات عشان يعني الواحد الا ما يجي ناس بده يضيع مثلا سلطه فواكه، بتعملي سلطه بطيخ، بتحطي مثلا إشي مع ممكن إشي هيك حلو بارد. فلا هيك بنحضر لكم اشياء ووصفات حلوه للعيد، فخليكم دائما ببهار ونار عشان دائما احنا عندنا وصفات جديده، دائما عندنا افكار جديده. وطبعا اكيد اذا راحت عليكم اي وصفه احنا عاملينها من قبل بتقدروا ترجعوا على قناتنا على اليوتيوب باي وقت، بتقدروا تكتبوا بس اسم الوصفه بهار ونار بتطلع لكم كل وصفاتنا. واكيد كمان حلقه اليوم بتقدروا ترجعوا وتحضروها من بدايتها على صفحاتنا على الفيسبوك على عما تي في كيتشن، وكمان على عما تي في اوفيشال. انا بدي الشيف ترجع هلا بتقولنا شو الوضع. خلاص الوضع عم بحمر خلاص. بس دير بالك انت ما تطلعيها هيك، بدك تطلعي المسكات. لا تخيلي وانا مطلعه. ديري بالك تتحمسي من المنظر الحلو وتطلعيها هلا يمكن دقيقتين وبس. خلص ممتاز. شايفه منيح انكم حطيتوا الكاميرا علي ارجع على الفرن؟ لا خليكي. طيب في عنا فريدة عم بتقول إن بين الوصفات إنها كتير زاكية، وفي عنا كمان عايدة عم بتقول يعطيكم العافية بحب الكل يشارك بالمطبخ ودائما بحب أدوقهم عشان ما يطلع الأكل مالح أو دلع معي. فهي أول تعليق اليوم بوصلنا إنه في حدا بحب إنه الناس يساعدوا بالمطبخ. خلاص دانا خلاص طلعها. حمرة الجواب النهائي. بس أنت يمكن لأنك شوي أطول مني. تعالي أطول لك إياها، عندك أطول لك إياها، نطلع إحنا تدي. طب حدا فيني يرجع؟ استني هاتي هاتي هاتي. لا دعنا سخنة يا عيني. لا هاي طلعنا المسكات ومرتبة. يلا على السفرة يا عيني يا عيني يا عيني. يا سلام صراحة المنظر بشحي. يلا هلا بدنا هيك ان ناخذ لكم هيك زوم على الوصفة كيف طلعت معنا بعد ما ساحت معنا الجبنة، واحنا من هون بدنا يا عيني يا عيني يا عيني. هيو عم حطوا لكم ناس يستقبلوا.
يعني احنا اليوم شيف ابدعتي بالوصفات، عملتي لنا وصفتين بالبساطة بشهو، يخنة البطاطا وكبة البطاطا. زي ما قلت لكم تقدروا ترجعوا تعيدوا الحلقة من بدايتها وترجعوا تشوفوا الوصفات كيف حضرناها خطوة بخطوة. ونحن كمان نتمنى لكم بقية نهار حلوة، تضلوا بألف خير، إلى اللقاء.